تقديم الجائزة للسيد مزيان إغيل. سي مزيان، من تحدث على الموسم، العودة إلى ميدان التدريب. هي السلام عليكم. نظن أن قبل ما إنسان يكون يفرض التمارين التدريبية على اللاعبين، يكن علاقة إنسانية ما بين المدرب وما بين اللاعبين. ولما الإنسان يكون عنده علاقة متينة و يعني بمبادئ أخلاقية كبيرة، نظن أن مهما كانت الأمور في كرة القدم، العلاقة تبقى دائما حتى ولو مرت عليها سنين عديدة. بلال بدا معايا كان في عمره 17 سنة، لعب مع الأكابر، اليوم راهو يبدا في حياته كمدرب. نتمنى له إن شاء الله الشيء اللي تعلمه كله في المشوار الرياضي تاعو اللي كان كبير وكان في مستوى عالي جدا، نظن إن شاء الله أنه يدخل عالم التدريب من الباب الواسع، وكل التوفيق إن شاء الله. بلال، صورة بقات لك وذكرى تذكرها عن مزيان إغيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. نقولوا الفضل تاع رجليا، مي الفضل هو اللي جبدني من الفئة تاع الأواسط، حطني مع الفئة تاع الأكابر وين بديت معاه. بون درنا دو زاكسيسيون وين هم بعد كملت المشوار. اليوم راهو العام اللي فات خرجت 2010 احسن مدرب، وان شاء الله مازال يزيد يخرج احسن مدرب بالك هذه السنه ولا العام ان شاء الله. بلال فاز فريد بالكره الذهبيه وقد يتنافس يوما ما على لقب احسن مدرب، لما لا بعد بضع سنوات ولما لا بعد سنتين ان شاء الله. تفضل فريد. Yazid Mansouri, alors vous récompensez l'un de vos entraîneurs en sélection, c'est Mezian Iril, c'est des retrouvailles puisque ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Est-ce que, qu'est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que vous évoque le souvenir de Mezian Iril? Bonsoir à tous. Ben, j'en garde un très bon souvenir, même si l'aventure a été courte, parce qu'il a fait quelques mois, je crois. Donc, mais j'en garde un très bon souvenir. J'aurais bien voulu que l'aventure soit plus longue. Et au passage, je le félicite pour le titre qu'il a obtenu avec son équipe de Schleff. J'ai eu la chance d'assister au match du sacre, ouais. tout à fait. Et j'étais vachement impressionné par le football qu'a développé Schleff. Donc encore une fois, bravo pour tout le travail qu'il a accompli. Un projet de reconversion en entraîneur pour Yazid Mansouri? Je ne sais pas, pour l'instant je suis en pleine réflexion, donc on verra pour mon avenir personnel. الموسم الفارط جمعية شلف خطفت كل الألقاب تقريبا، لقب أحسن مدرب، لقب أحسن فريق وأحسن هدف أيضا. هلال السوداني الذي سجل فريد 17 هدف في 25 مباراة وتحصى على أول لقب في مشواره، ثم أول استدعاء لفريق الوطني، ثم ثلاثة أول تعاقد مع نادي أوروبي. إذن موسم كبير ورائع لهلال السوداني. هدف في 25 مباراة وتحصى على أول لقب في مشواره، ثم أول استدعاء لفريق الوطني، ثم ثلاثة أول تعاقد مع نادي أوروبي. إذن موسم كبير ورائع لهلال السوداني. موسم استثنائي سيبقى في الذاكرة للسوداني الذي تعذر عليه الحضور، هو رغم أنه كان يريد أن يعيش هذه الفرحة ويلتقي بزملاء السابق. اليوم الوالدة هي التي تنوب عنه، الوالدة والوالد أيضا هما اللذان سينوبان على عن سوداني في نيل الجائزة التكريمية. نطلب من والدة هلال سوداني والوالد أيضا الصعود إلى المنصة. أهلا
طبعا هذا نطلب من محمد قاسي سعيد وشعيب محمد السعودي إلى المنصة لتكريم عائلة هلال سوداني. ربما ناخذ الكلمه من الوالد. كي كان سوداني صغير كنت تخليه يلعب الكره ولا ما كنتش تخليه صراحه؟ أنا. السلام عليكم. السلام عليكم والحاضرين ان شاء الله. كنت تخليه يلعب فوتبول. كنت تخليه؟ انا كنت تخليه يلعب فوتبول بصح امه ما كانتش تخليه. كانت حوسه علي باه يخرج طبيب وانا قلت لها غير هو اللي يلعب فوتبول. ربحت الان؟ نعم. اه نعم ربحت. ندمتي كي ما خليتيش يلعب؟ دروك ما ندمت. كنت تمنيها طبيب؟ كنت تمنيها يخرج طبيب يقيس لي الكابا من لاتيغاس ويخرج من الكراج باش ما نشوفوش. استراحة أخرى مع وسيم بن سليمان، لكن هذه المرة مع المجموعة نتاعو، لأنه في عنده فريق لفري ستايل. It just ends up in a brawl. I do know right from wrong, but I gotta give him a all. How many times can I tell you? How many times must I say? Instinct rules my head, live life the natural way. Too rough, too tough, too dangerous to play with us. They can't go. Too wild to be fucked and pigeonholed or not. No way, hands off, do not pursue, know when to stop. I can't be blamed, it's just the side of me that you can't tame. Céane qui vient de France, Mélodie qui vient de France, Nadir, notre frère tunisien qui vit en Suisse, et bien sûr Wassim Bisliman, vice-champion du monde cette année à Prague. Merci à tous. Wassim, tu restes. Wassim, non, tu restes. Ben, l'année dernière, tu avais défié Mourad Meghni pour un petit spectacle. Et si tu lançais un défi à un autre international? Ben, il y en a deux, par exemple. Il y a Houssine Metref, il y a Riyad Boudebouz, il y a Fouad Kadir. Allez, Riyad. Allez, un technicien avec un technicien. Riyad Boudebouz avec Wassim Bisliman. Musique, min fadlikoum. To play fight, it just ends up in a brawl. I do know right from wrong, but I'm gonna give him a all. How many times can I tell you? How many times must I say? Instinct rules my head, live life the natural way. Too rough, too tough, too dangerous to fuck. I can't be like the natural way. Too quick, too fast, they see a pace in pass and they later, straight up, not two ways about it. Come on, bring it on, don't mess around, confront them, they won't. Merci Wassim. شكرا وسيم. شكرا لرياض بودبوز الذي ساهم في امتاع الحضور هذه السهرة. منذ 5 سنوات كاملة
الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بن خادم يرعى هذا الحفل الكبير ويرأس كرئيس شرفي للنسخة للكرة الذهبية الجزائرية. بهذه المناسبة سيلقى تكريما من قبل إدارة يوميتي الهداف والبيتر. نطلب من السيد عبد العزيز بن خادم الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية الصعود إلى المنصة مرفوقا بمدير يوميتي الهداف والبيتر. طبعا هو الرئيس الشرفي للجنة المنظمة للكرة الذهبية الجزائرية لخمس سنوات متتالية. طبعا فيه تكريم وهدية رمزية لكم سيدي من إدارة الهدف نظير الدعم الذي يلقاه حفل الكرة الذهبية الجزائرية من فخامتكم. سيد العزيز بن خادم كل الرياضيين اللي تحدثوا يلحون على أن الجزائر قادر على إنجاب المزيد من اللاعبين، يلحون على أن أفراح الكرة الجزائرية بإمكانها أن تصنع بأقدام تولد هنا في الجزائر وتدائب الكرة هنا في الجزائر، ولكنها أيضا تحظى برعاية الدولة الجزائرية. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والجزائر بلد المعجزات، هذا البلد الذي أبهر الناس بتضحياته عندما قدم ثمن شعبه تضحيات من أجل استقلاله، فطبيعي جدا أن تنجب الجزائر هذه العمالقة في مجموعة من الممارسات الرياضية في كرة القدم وكذلك في بعض الرياضات الأخرى التي لا تحظى بنفس الشعبية. ولكن اليوم تأثرت كثيرا بهذا اللاعب الذي تحدث عن الضغوط التي تمارس على اللاعبين سمير الزاوي عندما قال السياسيون ليسوا وحدهم الذين تمارس عليهم الضغوط وإنما اللاعبون أيضا. وفعلا نحن نلاحظ ذلك، أن ينبغي أن يكون هذا التكامل بين من يمارس هذه الرياضة ومن يشجع هذه الرياضة. والمناسبة سانحة لنهنئ جريدتي الهداف والبيتار، لأن هذا التقليد السنوي الذي يكرم رياضيين ومدربين ومسيرين للفرق ويكرم نجوم الرياضة الجزائرية يشجع على بلورة هذه الطاقات وعلى بروز هذه الطاقات الكامنة في شعبنا. فهنيئا لكم على هذا التقليد السنوي، وهنيئا لكل من حصل على جائزة، و تهنئتنا لهذه الفرق التي أنشأت مدارس للتكوين، لأن فعلا هذا هو سر النجاح. إذا استمر كل فريق في إنشاء مدرسة للتكوين لا شك أن زيادة على المواهب، لا شك أن هذا التكوين سيساهم في تألق الجزائر في مجال الرياضة. فهنيئا لكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا لكم سيدي، شكرا على حضوركم المستمر من أجل دعم الرياضة الجزائرية ككل وكرة القدم الجزائرية بصفة خاصة. الهداف والبيتر والكرة الذهبية أعودتكم دوما على حضور شخصيات كبيرة عالمية. الليلة يحضر بيننا بطل عالمي